الحقيقة احنا معانا فقرات مختلفة النهاردة. مؤخرا بقينا نسمع عن أزمة السجاير وتوفرها والسجاير المحلية وارتفاع أسعارها والكلام ده كله، وده خلى ناس كتيرة تتوجه للبدائل الإلكترونية بحجة إنها أقل ضرر وبتساعدهم على التخلص من التدخين العادي. طب هل فعلا الكلام ده حقيقي؟ وهل في أبحاث علمية بتأيد أو بتنفي الكلام ده؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي هينورنا النهاردة عن طريق تطبيق زوم، الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر. أما فقرتنا الثانية هينورنا فيها ممثل موهوب شارك في واحد من أنجح مسلسلات رمضان 2023، وهو مسلسل جعفر العمدة اللي قدم فيه دور إسماعيل، وعلى الرغم من كونه وجه غير معروف عن أو على كتير من الجمهور إلا أنه قدر يلفت أنظارهم. استنوه في الفقرة دي معانا، بس الأول زي ما عودناكم هنروح نشوف إيه أبرز الترندز اللي كانت منتشرة على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الورد عليكم مرة تانية. خلونا بقى نبتدي بالحديث عن سينا الحبيبة. يمكن احنا امبارح كنا بنتكلم عن دور أبناء القبائل وأهالي سينا في التنمية اللي بتحصل هناك. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم تحديدا عن شبكة الطرق والربط البري اللي تم في سينا، واللي الحقيقة مثل حجر أساس للتنمية والانطلاقة الجديدة في سينا، وكمان تمت في وقت قصير مقارنة طبعا بغيرها من المشروعات اللي ممكن تاخد سنوات طويلة، ولكن بإرادة المصريين كل حاجة بتتم في وقت قياسي. الحقيقة خلينا نقول لحضراتكم ان مشروعات الربط البري لسينا تمت عن طريق شبكه انفاق تمتد تحت مياه قناه السويس، وبتكملها شبكه جديده من الكباري والطرق، وده في اطار ربط اقصى شرق الجمهوريه باقصى غربها، واللي حقق السهوله في التنقل لسينا والعكس من باقي المحافظات. حاليا بقى عندنا 5 انفاق جديده تحت قناه السويس، اضيفت طبعا للنفق الوحيد اللي كان موجود وهو نفق الشهيد احمد حمدي في السويس طبعا، عشان يكون عندنا حاليا 6 انفاق بالاضافه الى 7 كباري عائمه، مجموعه كبيره من شبكات الطرق اللي تم انشائها وتم تطويرها في سيناء واللي بتوصل ل 3000 كيلومتر. تفاصيل اكتر عن اهميه شبكه الطرق والانفاق الجديده في سيناء وتنميه المنطقه هنعرفها من ضيفنا على الهاتف الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. صباح الورد عليك يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يمكن انا قلت دلوقتي حجم الانجاز اللي بيحصل هناك في سيناء، فعايزين نتكلم مع حضرتك اكتر عن الموضوع ده. وطبعا على مدى السنوات اللي فاتت يمكن 8 او 9 سنوات في جهد كبير جدا، تأشرت للانفاق، هم 5 انفاق ونفقين الشهيد احمد حمدي لانه تم ازدواج النفق واحد فيهم بيبقى في الصيانه والثاني شغال، اعتقد ان دي برضه الاثنين هيشتغلوا مع بعض هيبقوا 7 انفاق.
والأنفاق دي ميزتها أنها أول مرة في التاريخ بتربط سينا بالوادي والدلتا دون حواجز. وفي كباري عايمة طبعا نفس الشيء، شبكة الطرق، وهو البنية الأساسية شبكة الطرق والطاقة والمية ومحطات تحليل المياه كمان، كان في غاية الأهمية زيها زي الطرق بالظبط، لأنه إحنا عارفين إنه المحطات المية سواء التنقية وإعادة الاستخدام المحسمة أو في غيره أو بحر البقر، ودي محطات بتعيد استخدام المياه لأكثر من 3 أو 4 مرات بالطريقة الثلاثية والرباعية، توفر مياه. كمان السدود بتاعت السيول، في مية السيول كانت أو الأمطار كانت بتبدر في الفراغ، في فكرة السدود وتقويتها وغيره. فكرة البنية الأساسية قائمة، وحجم الإنفاق ضخم جدا في سيناء على مستوى الطرق. الطرق طبعا هي أساس الانتقالات، ما هي اللي تسهل الانتقالات ونقل البضائع ونقل والزراعة. كمان إصلاحها 500,000 فدان، وأظن من العدد إن الرقم ده هيبقى أكبر. 500,000 فدان رقم كبير جدا، وبيوفر فرص عمل، وزي ما احنا قلنا توفير المية ليه كأساس للانتقال رد واضح جدا في هذا الموضوع. والحقيقة إنه يعني شبكات الطرق أو توفير الطاقة، وبعدين الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، والتفكير في صناعات تقوم حول الزراعة، يعني مجتمعات قابلة للاستدامة وقابلة للتوسع وتوطين مواطنين مصريين كمان. يعني طبعا أهل سيناء لهم كمان مدن سكنية تم إقامتها بطريقتهم وحسب ثقافتهم وتقاليدهم، لكن كمان الحقيقة في مدن سكنية جيدة جدا. ما احنا بنحاول ننقل الصورة حية للسادة المشاهدين. يمكن كمان المشروعات التنموية ما اقتصرتش بس على شبكة الطرق، ولكن زيادة المدن السكنية والمستشفيات والمدارس، فياريت برضو نتطرق للموضوع ده. بالظبط، مجتمعات كاملة، يعني المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية، حياة كريمة في سيناء عملت جزء كبير جدا في هذا السياق، وصلت لأكثر القرى وأكثر المناطق احتياجا، وتم دعم ده. والتنمية في سيناء زي ما انت أشرت، الطرق أو الوحدات الصحية أو الحاجات دي هي اللي بتجذب السكن، بتخليه قائم بشكل مستديم. فالحقيقة إنه شبكات الخدمات بشكل عام والبنية الأساسية تقريبا سيناء تم انفاق، بالإضافة إلى جامعات ومدارس، المدارس تم التوسع فيها، وجامعات خاصة عامة وخاصة وأهلية، مع ملاحظة أن منطقة قناة السويس الاقتصادية جزء من سيناء أيضا. الحقيقة يعني خلينا نتكلم برضو في أنه احنا بنتكلم على حجم استثمارات كبير جدا يدخل في سياقات مختلفة، وسواء سيناء أو مناطق مختلفة، المناطق الحدودية المحور الغربي أو غيره، في حجم إنفاق ضخم جدا يتجاوز عدة مليارات على مدى سنوات. وإحنا فاكرين إنه منذ عدة شهور قريبة رئيس أطلق عملية تنمية إضافية، زراعة، آليات زراعية، آليات تمهيد طرق، آليات صناعة، بالشكل اللي يسرع من عملية التنمية في سيناء، ويجعلها كمان، لانه تنميه سينا على مدى السنوات منذ تحرير سينا، يعني دايما احنا بنقول ان انفق خلال ال8 سنوات الاخيره اضعاف ما انفق منذ تحرير سينا في منتصف الثمانينات. اللي ما انفق في سينا هو اقامه مدن قابله للبقاء والاستدامه، وتبقى قادره على مش بس استيعاب مواطنين وغيره. هل تفتكر دي الخطه المستقبليه يعني لهذه المحافظه؟ ده مطلب كان طول الوقت، لانه كانت بتقتصر على السياحه بس، والسياحه برغم اهميتها طبعا وهي في غايه الاهميه، وسيناء فيها كنوز سياحيه مهمه زي كثير من مناطق مصر، لكن السياحه دايما نشاط هش بيتاثر باقل حاجه، سواء تغير مناخي او كورونا او عمليات. مرينا بازمات كتيره طبعا. صحيح، لكن الانشطه المستديمه بالاضافه طبعا للزراعه اللي بتتضاعف، للسياحه اللي بتتضاعف، لان سيناء فيها كنوز، رحله العائله المقدسه، فيها جبل موسى، فيها جزء مقدس بالنسبه لكل الاديان والمعتقدات، وبالتالي فهي في سانت كاترين، في مجمع الاديان اللي موجود في غيره، ففيها جزء ده. لكن كمان
المطلب البائن انه ما يبقاش بس في السياحه، يبقى في صناعه، يبقى في زراعه، يبقى في تجاره، في مناطق صناعيه فيها طبعا بالاضافه الى البحيرات والمناطق المهمه مع الحفاظ عليها يعني. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، بشكرك على توضيح الصورة. طيب زي ما عودناكم على طول في بداية الحلقة بنروح نطمن على درجات الحرارة وهنرجع لكم مرة تانية. صباح السعادة على حضراتكم مرة تانية. نروح بقى الخبر تاني من وزارة التعليم العالي اللي أعلنت إنها بتستعد لإطلاق أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية نهاية سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشاركة طبعا الجامعات التكنولوجية العشرة على مستوى الجمهورية. دكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي أكد أن الملتقى بيتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية وبيستهدف توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا على الهاتف دكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي. صباح الورد عليك يا دكتور. دكتور أحمد معانا؟ أيوة فندم حضرتك. صباح الورد على حضرتك. زي ما انا كنت بقول دلوقتي موضوع التعليم التكنولوجي يعني عندنا طفره الى حد ما، انا عارفه ان احنا كان عندنا 3 جامعات من عدد قليل من السنين ولكن زادوا 7 جامعات كمان السنه دي وبقى عندنا وفره في موضوع التعليم التكنولوجي، فحابين ان احنا نعرف الناس اكتر ونعرف الطلاب اكتر على الموضوع ده. يعني زي ما حضرتك اشرتي في خلال 4 سنين فقط في عندنا 10 جامعات تكنولوجيه، يعني نقول ما بين قوسين كده ان هم حكوميه. السنه دي برضو زي ما حضرتك شايفه او متابعه على الاعلانات في برضو جامعات خاصه تحت رعايه شركات خاصه برضو بتقوم ببدء الدراسه في الجامعات التكنولوجيه، مما يعني اقبال الطلاب والاهالي على هذا النوع من التعليم ان هم عارفين ان ده يعني مطلوب سواء في السوق المحليه او حتى خارج. يعني فعلا الطلاب والاهالي بقى عندهم درايه بالموضوع ده ولا لسه؟ ده بنشوفه من خلال يعني حتى في السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا بنشوف حجم الاقبال، يعني بيجي لنا الترشيحات او الاسئله كتير جدا من سواء من الطلاب في الثانوي العام او الثانوي الفني او حتى الخريجين الحاصلين على مؤهلات فوق المتوسطه وعاوزين يستكملوا دراستهم للحصول على المؤهل العالي ويعني تقويه خبراتهم وقدراتهم المهنيه. طب دكتور احمد، يقال ان الجامعات دي بتوفر فرص عمل للشباب بعد ما يتخرجوا من الجامعات دي، هل ده صحيح ولا لا؟ لا بالمعنى المفهوم ده لا، ولا حتى الجامعات اللي هي يعني رعايه شركات هي احنا بس بنقول ان الطلب عليهم من سوق العمل. ايوه بتوفر ان الطالب بيبقى مؤهل بالسكيلز والنولز يعني والقدرات اللي هي المعرفيه والمهاريه والسلوكيه الشركات اللي هو بيخلي الشركات دي الطلاب دول قدام عينيهم متدربين اغلب الوقت تحت عينيهم. فكتير جدا وانا حضرت
يعني مع تخريج اول دفعه الشركات تقول انا هاخد من مثلا الثمانيه اللي اتدربوا عندي، شركه ثانيه هاخد سته اللي اتدربوا عندي. يعني هم فعلا الشركات دول بيبقوا قدامهم والطالب ده سنتين ثلاثه قدامهم بيتدرب في على الفاسيلتيز بتاعتهم على الامكانيات بتاعتهم، وبيؤدي الدور المنوط به مش بس الدور النظري لا الدور المهني، وعشان كده هو العملي عندهم مهم جدا. فده يا ريت يا فندم نوضح الصوره دي اكتر، لان في ناس كتيره برضو ما تعرفش النظام التعليمي للنوع ده من الجامعات او الكليات ايه. طيب الجامعات التكنولوجيه دي بتبقى دي مسار موازي للمسار الاكاديمي، المسار الاكاديمي اللي هو بيعتمد يعني في جزء نظري وجزء عملي بالطبع، لكن هنا بنهتم اكتر بالجزء المهني بالمهارات المطلوبه فيه، يعني اكتر من وفقا بقى للنظم العالميه سواء المانيه كوريه صينيه بتؤدي مثلا الطالب يؤدي 60 الى 70% من وقته واحتكاكه في التعامل عمليا سواء في التدريب المباشر او في المعامل او يعني في هذا الاتجاه للحصول على المهاره بالشكل المطلوب اللي هو يعني يحقق المطلوب منه وفق في المهنه المطلوبه منه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي. طيب بعد ما اتكلمنا عن خريجي الجامعات التكنولوجيه هنرجع معاكم بقى شويه في المراحل التعليميه، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا خصوصا للماميز الجداد اللي ولادهم لسه هيدخلوا المدرسه السنه الجايه ان شاء الله، وهو موضوع الاختبارات اللي بيخضع عليها الاطفال واللي بتاهلهم للقبول في المدرسه، وخاصه مدارس بقى الانترناشونال والامريكان والبريتش والاي بي والقصص الكتيره قوي اللي الماميز بتخش فيها ما تبقاش فاهمه راسها من رجليها زي ما بيقول. طبعا الماميز دول بيكون خبرتهم قليله نوعا ما في الظروف زي كده، وممكن يتصرفوا غلط مع الاولاد بشكل ممكن ياثر عليهم باقي حياتهم، وخصوصا في مراحل التعليم اللي هي لسه بدري زي ما انا قلت. الاخطاء دي مثلا زي انهم يخوفوهم من الامتحان او من الاجابه غلط على اسئله الشخص اللي هيسالهم، او انهم يحطوهم تحت ضغط في السن الصغير ده. عايزين نعرف ازاي نتجنب الاخطاء دي وايه هي اهميتها كمان او اهميه تاهيل الطفل انه يجتاز الموضوع ده والاختبارات بتاعه قبول المدارس. معانا على التليفون دلوقتي دكتوره علياء جبريل اخصائي التربيه الخاصه وتعديل السلوك. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا استاذه. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليك. يمكن انا بتكلم عن موضوع مهم جدا، واحنا خلاص فعلا الفتره دي بتاعه التقديم للمدارس، فاحنا بنتكلم عن الماميز الجداد اللي لسه عندهم ولاد هيخشوا المدرسه. زي ما انا قلت كده بالظبط، ساعات الولاد بيتحطوا تحت ضغط كبير جدا، وكمان الماميز والاهالي بقى ليهم انترفيوز، والانترفيوز برضو بتبقى تحت ضغط. فقول لنا بقى يعدوا المرحله الكريتيكال دي ازاي. تمام. طبعا هو مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وبيبقى طبعا الاطفال بيبقى خصوصا الاطفال الاول مره ليهم او ليهم تجربه جديده مع الدراسه بيبقى بينتابهم نوع من القلق والتوتر، وده بيبقى دايما بيبقى نابع من الاهل في البيت وخصوصا الام اللي هي بالتالي بتنقل احساسها من القلق لاولادها. فطبعا الاساس ان الام نفسها والاهل في البيت هم اللي لازم يهيئوا نفسيا للعام الدراسي الجديد، وعلشان الاحساس ده يتنقل بالتالي لاولادهم. طب دكتور ازاي يهيئوا نفسهم نفسيا للعام الدراسي الجديد؟ طيب طبعا احنا بنقول يهيئوا اولادهم نفسيا بدنيا عقليا باتباع بعض النصائح او الارشادات اللي هقول عليها دلوقتي. طبعا بدايه اول حاجه واهم حاجه في اي حاجه تخص اولادنا لازم الحوار، لازم الحوار يبقى بناء مع الطفل، خصوصا ان ولادنا دايما نزرع فيهم الطموح، يبقى في رسم للمستقبل، اللي عايز يبقى دكتور، اللي عايز يبقى مهندس، ضابط، وهكذا. طيب انت علشان توصل للمرحله دي
لازم ان احنا نتعلم ناخد واحده واحده، او نتكلم معاه بالهدوء. وانت عشان تبقى مثلا دكتور لازم نبتدي، دي بدايه جميله عشان توصل لهدفك. هنتكلم عن مميزات المدرسه، وان هو لما هيجي يتعلم ويدخل المدرسه هيتعرف، هيبقى في صداقات جديده، هتبقى في حفلات رحلات مدرسيه. ضروري ان احنا نشجع الطفل زي ما قلت لحضرتك ان يبقى ليه هدف، احببه في البيئه الجديده اللي هو داخل عليها بالظبط، علشان يدخل بحماس. هيجي يدخل ان شاء الله يستعد للامتحان بحماس، بنفس راضيه يعني. فنحبب الطفل لدخول المدرسه. كمان مهم جدا تاني حاجة إن إحنا نبتدي من دلوقتي إن إحنا ننظم أوقات النوم عند ابننا، خصوصا إن إحنا بعد ما خلصنا بقى طالعين من أجازات ودلع بقى في النوم، الولاد بقى بتصحى 11 12 فهيصحى المدرسة مقريف، فهيبقى متضايق، فده هيعمل عنده حاجة نفسية إن المدرسة دي بتتعبني. أكيد طبعا، وخصوصا إحنا بنلاقيها في أولادنا كتير بيكرهوا المدرسة. لما نيجي نسألهم أول حاجة ألف ب إحنا بنصحى بدري الصبح. لا، إحنا من دلوقتي نبتدي ننظم النوم تدريجيا، نحط روتين للنوم المبكر، نبتدي مش مره واحده يلا يكون الولد بينام الساعه 12 يلا اروح نام الساعه 9، لا، بالتدريج كل يومين ننقص من السهر نص ساعه لحد ما يتنظم النوم عنده. وفي نفس الوقت كمان وقت الصحيان او الاستيقاظ برضو. طب دكتور عليا، يعني انا اعتقد ان معظم الناس يعني بديهي جدا ان هم يكونوا ما بيحبوش المدرسه قوي، يمكن احنا حتى واحنا صغيرين كلنا، يعني هل ده شعور يقلقنا مثلا على الطفل لو قال ان انا ما بحبش المدرسه، او يعني بالنسبه لي الاجازه احسن والكلام ده كله، ولا ده شيء بديهي؟ هو شعور يعني منتشر قوي بين اولادنا، بيبقى على حسب الخبرات السابقه، على حسب حديث الاهل عن المدرسه اذا كان ايجابي او سلبي. يعني انا مثلا عايزه احبب اولادي في المدرسه وهم داخلين، اديهم مثلا مواقف او خبرات سابقه حتى ولو ما حصلتش، بس نعمل مواقف، نخلق مواقف جميله ونحكي لهم عن المدرسه كان فيها ايه وايه، خصوصا ان اول سنه دراسيه بتبقى سنه فارقه للطفل، تفضل معاه العمر كله اذا كانت بالسلب او بالايجاب، وخصوصا ان معظمنا لينا ذكريات في اول سنه دراسيه. طب انا عندي سؤال تاني يا دكتور، بما اننا ذكرنا يعني الموضوع ده وموضوع الاختبارات بتاعه قبول المدارس، انا الحقيقه بشوف ان الموضوع ده غريب جدا ان انا اكون لسه هدخل ابني كي جي 1 او يعني لسه المراحل الاولى في السنين التعليميه، والاقي ان الاختبار بتاع الاجتياز ده بيكون في ماس وفي الفابات وفي ووردز وفي حاجات كتيره، هل ده طبيعي؟ انا لسه اصلا بدخله المدرسه، يعني انا جايباه هنا اوريدي عشان يتعلم الحاجات دي، فازاي انا وانا جايه اعلمه الحاجات دي الاقي الحاجات دي موجوده قدامي في اختبار وابني لسه في سنين الاولى المفروض ان هو يجتاز الكلام ده؟ ده شيء يعني بصراحه غير مفهوم. هو نتفق تماما ان الموضوع مستجد، يعني انا بالنسبه لي يعني قديمه شويه على ايام ده الموجود دلوقتي ما كانش فيه الكلام ده، وكنا كان الاهالي يودوا اولادهم المدرسه يتعلموا من الالف للياء كل حاجه. دلوقتي احنا مدارسنا للاسف انا بحس ان ده تعسف، بس خلاص ده واقع ملموس ان او عايشينه، ان لازم الطفل يبقى داخل ملم بكل حاجه زي ما حضرتك ذكرتي، ويدخل على الجهاز وهم بيكملوا على كده، بس ده واقع احنا عايشينه. فعلشان كده بيبقى في تأهيل للطفل من البدايه، مهم جدا الام تبقى مركزه مع ابنها على الاقل بست شهور طبعا من دخول المدرسه. ما هي تنميه المهارات نفسها الالات بتبتدي يعني قبلها بفتره، من اول ما الطفل بيبقى عنده سنه ونبتدي نتدرج معاه بالعاب تنمي مهاراته ومكعبات، كل دي حاجات للاي كيو انا افهمها في اختبار القبول، ان انا بقيس الاي كيو بتاع
الطفل عشان حتى توزيع الاطفال جوه الكلاسز يبقى كل كلاس فيه نسبه معينه من الاطفال اللي ذكائهم كذا وذكائهم الكلام ده كله انا افهمه، انما ماس وفوكابلري وحاجات كده ده تقيل قوي على الاطفال وزي ما انا قلت شيء غير مبرر بالمره يعني، فبيوتروا اولياء الامور بيوتروا الولاد، فده موضوع محتاجين ان احنا نعيد النظر فيه الحقيقه. اكيد طبعا، وطبعا من خلال برنامجكم يعني احنا بنناشد التخفيف من امتحانات القبول في المدارس علشان ما يبقاش عبء تقيل على الطفل وعلى اولياء الامور. صحيح. يبقى الموضوع بشكل مبسط يعني كفايه قوي ان هو يبقى قياس الاي كيو من خلال بعض الانشطه والالعاب اللي نحكم على الطفل اذا كان ده الطفل يعني مؤهل دراسيا ان يقعد في فصول عاديه او في مدارس المتفوقين مثلا. صحيح. او ان هو لا يبقى محتاج ان هو يستنى مثلا سنه كمان يؤهل فيها مهاريا علشان يلتحق وما يبقاش ويبقى يواكب بقيه. بالظبط ده شيء مبرر، انما اللي احنا قلنا عليه من شويه ده غير مبرر، واحنا زي ما قلنا موضوع محتاج ان احنا نعيد النظر فيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علياء جبريل اخصائي التربيه الخاصه وتعديل السلوك. الحقيقه في امهات كتيره بتعاني من موضوع الاختبارات ده، ربنا يكون في عون كل الامهات اللي خلاص داخلين على القصه دي. خلونا بقى ننهي الانترو بتاعنا النهارده بخدمات صباح الورد، هنروح نشوف اسعار السلع الرئيسيه والذهب والعملات ونرجع لكم مره ثانيه. صباح الورد عليكم مرة تانية وتالتة. مؤخرا بقينا نسمع عن أزمة تخص توافر السجائر المحلية وارتفاع أسعارها، وده طبعا خلى ناس كتير تتوجه للبدائل الإلكترونية بحجة إنها أقل ضرر وبتساعدهم على التخلص من التدخين العادي. طب احنا قلنا هل فعلا الكلام ده حقيقي ولا في ابحاث علميه بتأيد الكلام ده ولا في ابحاث حتى بتنفي الكلام ده؟ محتاجين نعرف ضروري كل ما يخص هذا الامر من دكتور محمد صدقي استاذ ورئيس اقسام الصدر والحساسيه بطب الازهر. صباح الورد عليك يا دكتور.
صباح الفل، ازيكم؟ صباح الفل على حضرتك. الحمد لله. يمكن احنا صباح بنناقش، الفل على كل المشاهدين. صباح الورد عليك. يمكن احنا بنناقش دلوقتي موضوع منتشر جدا، تلاقي ناس كتيره بتقول لك انا هبطل سجاير وهروح اشرب ايكوس، هشرب فيب، هشرب الحاجات الالكترونيه، حاجات كتيره قوي بقى ليها مسميات كتيره وانواعها كترت قوي الحقيقه، ويقول لك انا هبطل سجاير بده. واللي انا اعتقده ان ده ممكن يكون اشد ضرر اصلا من السجاير، فاحنا عايزين نوضح الصوره دي الاول للناس ونبتدي بقى نتكلم عن اضرارها بالتفصيل. تمام. هو طبعا بقى منتشر قوي وبشوفها في شباب، والله مش في شباب بس، كتير جدا جدا حتى من الكبار سواء سيدات او رجاله بيلجأوا الى اللي بيسموها السيجارة الإلكترونية، الشيشة الإلكترونية، الفيب، حاجات كتير قوي مسميات كلها تحت اسم السيجارة الإلكترونية. طبعا لازم نقول إنه الدخان دخان، أي حاجة، وطبعا كل التدخين مضر، لازم نتفق على هذا المبدأ. طبعا دخان بيدخل على الصدر، بوابة مفتوحة على إذا كنا بنقول لما يبقى فيه شوية عوادم سيارات بس لفترة، يعني وأنا معدي مش كده، لما بنشوف تراب، عاصفة، عواصف ترابية، شوية عوادم سيارات، بنعمل إيه؟ بنقفل كده ونعد اللي فيها أي عوادم سيارات بنشوفها في حتت كتير طبعا واحنا ماشيين كتير او بعربيتنا او كده، مش كده؟ بنخاف قوي بقى طيب. على صدرنا من الحاجات دي ونيجي عند طبعاً. السجاير ما طبعا تخيلي بقى الدخان ده على طول معاكي، يعني اكن عوادم معاكي على طول. ايه رايك في الحته دي؟ جت كده يعني يعني انا لما بستنشق عوادم لفتره قصيره ببقى متضايق جدا جدا. نفس الكلام تخيلي بقى لو انا قاعد في اوضه وبدخن، ويا سلام بقى طبعا الاصدقاء والحبايب، ولما بيكونوا بيدخنوا تلاقي الشباب 10 مع بعض في مكان مقفول وبيدخنوا لفتره طويله، وده يعزم على ده، ومساء الفل، مساء الورد، حقيقه كل ده مش ده اللي بيحصل؟ بيحصل طبعا. طيب يعني حتى اللي ما بيدخنش وقاعد معاهم نفس الضرر، بيسموه التدخين السلبي، يبقى اخذ كل الاضرار دي. طب هل بقى يا دكتور، هل معلش انا عايز اسال سؤال مهم في الحته دي، هل اللي بيبقى قاعد معاهم ده بياخد نفس الضرر بالظبط زي المدخنين، ولا المدخن السلبي ده يعني ضرره بيبقى اقل شويه؟ السؤال ده مهم قوي. انما لازم اقول هل هو قاعد مع كام واحد عشان اقدر احسب الحسبايه بقى، يعني هو قاعد مع واحد بس، الواحد ده شرب كام سيجاره؟ طب لو انا 5 6 7 جروب كده مع بعضيهم ودخنوا كتير قوي، طيب وقعدوا قد ايه؟ مكان مغلق ولا مكان مفتوح؟ كل ده بيقول انه الاضرار هتيجي ازاي؟ لفتره قد ايه؟ قاعدين مع بعض لفتره طويله، ايام، ساعات، مش كده ولا ايه؟ طبعا هو ده اللي هيبين كميه الدخان اللي هتدخل الصدر بتاع الإنسان. عشان نبقى محقين، التدخين طبعا فيه مواد كيميائية كثيرة جدا جدا من حرق التبغ نفسه، فيه مواد كيميائية كثيرة جدا ممكن أن تؤثر على صحة الإنسان المدخن أو اللي قاعد جنب المدخن. أخيرا من سنوات بانت كتير قوي حكاية السيجارة الإلكترونية، وأنا حبيت أحلل برضو الموضوع ده، فيها كذا أنواع كثيرة جدا. حقيقة هي أقل حبة بسيطة من حيث المواد الكيميائية، يعني في حاجات اسمها مش عارف فورمالدهايد وأستالدهايد وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد أنواع كثيرة جدا، هي أقل نسبة، أقل نسبة، إنما مضرة طبعا. هي أقل نسبة في المواد وأقل نسبة في الضرر، حضرتك تقصد تقول كده صح؟ أقل بس هي محتاجة أبحاث كتير، إحنا الأبحاث دكتور المسرطنة لغاية دلوقتي. كل شوية يطلع حد يقول لك يا جماعة والله العظيم الحاجات دي مسرطنة، الحاجات دي مش عارف إيه، الحاجات دي هو التدخين كله مسرطن. كويس؟ وبالأخص طبعًا عشان برضو
احنا بنخوف وفي نفس الوقت ما بنزودش قوي يعني. لان الناس اللي عندهم جينات وراثيه للاورام دول بنخاف عليهم جدا. يعني لو لما بيجيني مريض وعنده سرطان رئه، ابنه لو ماسك السيجاره بمسك العلبه اللي في جيبه وبرميها، اقول له انت عرضه كبيره جدا ان يحصل لك سرطان رئه. يا ساتر يا رب. طب يا دكتور لو هنبص لنص الكوبايه المليان، وحد واخد قصه التدخين الالكتروني ده او الفيب والايكوس والكلام ده كله ان هو بيعمل كده عشان يبطل السجاير، هل ده اوكي؟ يعني نقول ماشي ولا اوكي لحد ما يبطل، ولا عشان الناس بس دي الاسئله اللي هتبقى في مخهم دلوقتي. هقول لك انا سؤال ذكي. احنا انا لما بيجيني فرد او مرضى يعني عموما، في مريض مش هيبطل يعني لو ميت مش هيبطل، انت فاهماني ازاي؟ يعني الراجل انا هضحكك طبعا عشان نقول حاجه للساده المشاهدين يعني يبقى يضحكوا معانا كده. كان عندي مريض كل ما يجيني كل كام شهر كده اقول له انت تعرف انت كنت يعني رايح خلاص كده، وانا جبتك تاني يعني طولت في عمرك طبعا باذن ربنا طبعا، انت كنت الله. ميت وهو كان خلاص يعني كل مره بيجي ميت فعلا. يا ساتر. بدي له شويه علاج وبتاع والدنيا بتبقى كويسه، وهو من الاول من 5 6 سنين قبلها كان بيقول لي ان انا مش هبطل تدخين فما تحاولش يعني. قلت له خلاص انا هعمل ايه؟ قال لي حضرتك انا باجي لك كل كام شهر انا ببوظ وحضرتك بتصلح سدي، هو انا مش هبطل مش هقدر. مينتننس بيجي يعمل صيانه يعني. اوكي. ايوه برافو عليك، هي الصيانه دي. اوكي. فجاني في اخر مره ده بقى يعني كان قبل ما يفيص بقى قوي يعني. فجاني متشال وبنته طبعا بتعيط وكده. يا ساتر. طبعا يعني وهو عارفه وهو بيكلمني يا دكتور محمد انت عارفني انا برضو مش هبطل تدخين. وقلت له وماله حتى ما تبطل، انا هاجي دلوقتي اقول لك بطل تدخين؟ ده انا عايزك تموت متمزج حتى تعرف ترد على السؤالين بعد ما تموت. فبنتها كانت بنته بتعيط بقت تضحك يعني، قعدت اقول له اي كلام قلت له يعني تموت متمزج شويه. هو المشكله في التدخين انه في بعض الناس بيبقى تعود. طب دكتور في حلول طبيه؟ في حلول طبيه؟ انا اعرف ان في ناس بتاخد بتلجا لادويه مثلا عشان تقدر تسيطر على الموضوع ده. انا بقسمها لك. لا انا بقسم لك ازاي. حلو. في بعض الناس بيبقى عندهم تعود يعني متعود على حاجه. وفي ناس بيبقى عندهم ادمان للحاجه. اوكي. على فكره ده مش في التدخين بس، حتى في الاكل طبعا ممكن تلاقي واحد اوبيز ومليان ومش قادر. يا سيدي نعمل كذا، طب نظبط اكله، طب نعمل الجيم، طب نتمشى حتى. هو خلاص ادمان الاكل. في واحد تعود الاكل زي تعود التدخين ده نقدر عليه. لما بيبقى ادمان في ناس زي ما بقول لك كده حتى لو حصل له امراض ما بيبطلش. يعني مش هيقدر، هو يقول لي انا مش هقدر، قلل لي شويه في السجاير ماشي. طيب في نوع تاني خواف او مش خواف، نقدر نقول انه بيخاف على صحته يعني بياخد قرار. برافو عليك، بياخد قرار. دكتور محمد صدقي انا عايز ابطل تدخين. اوكي. اديني الستبس او المراحل اللي هنمشي بيها عشان نبطل التدخين ده، ببقى حلو قوي ده معانا. طب ما تقول لنا بقى المراحل حضرتك. عايزين نعرف المراحل يا دكتور. طيب حاضر. في حته برضو قبل ما اقول المراحل، الحته بقى اللي في النص بقى اللي هو عارفه عايز ابطل بس مش قادر. فمن ضمن المساعدات من ضمنها ان احنا طبعا بنتكلم معاه وبنحاول وبنشوف وبقول له اضرار التدخين ايه، ما تقعدش جنب حد مدخن خالص في هذه الفتره الاولانيه خلال شهر ولا شهرين لغايه ما تتعود والرئه بتاعتك تنضف من التدخين ونفسك يبتدي يبقى كويس، كميه البلغم اللي بتبقى موجوده عندك في الجيوب الانفيه والحلق والشعب كلها تنضف. وبعد كده هتلاقي نفسك بقت طبيعي جدا. بقت طبيعي جدا. في بعض ناس بقى منهم ودي نسبه قليله انه لا لازم يمسك حاجه في ايده
تكون اقل ضرر. في بعض الانواع من السجائر الالكترونيه بعض انواع وبرضه خلي بالك ليها ضرر برضه بس اخف زي ايه يا دكتور عشان برضه اللي بيسمعنا يستفاد ايه اقل الانواع ضرر؟ في بعض حاجات طالعه بس مش عايزين نقول الاسم بتاعها وبتاع، انما هي نوع من السجائر الالكترونيه زي الايكوس والحاجات دي كلها. في بعض شباب عندي بعد ما جربها فعلا بطل خالص تدخين وبطل الاثنين، بس برضو دي ما اقدرش اعممها لان في واحد يروح مدخن الاثنين مع بعض سجاير وكمان الفيب او الايكوس، كل الحاجات دي تبقى غلط. لانه لو هو فعلا ده بقى بيتدلع، اللي بيتدلع ده سيبك منه. لانه ده في انواع من الفيب اللي انا اعرفه ان هي بتبقى ما فيهاش نيكوتين ما فيهاش ايوه وانا اقول لحضرتك في بعض انواع بقدر اتحكم في كميه النيكوتين صحيح، فممكن قوي اقل اقدر اقلل، وده من ضمن الحاجات برضو اللي نقدر عشان مشكله المدخن ايه ان هو بيتعود على النيكوتين. النيكوتين في اول التدخين اول المدخن كده لما يدخن فبيديله حاجه اسمها ايفوريا انبساط، يعني انا حاسس ان انا مبسوط وبدخن بطلع همي بطلع مش ده بيبقى في البدايه بس وبتبقى فتره قليله جدا، ولما بيتعود عليها هو متخيل بقى ان هي بتسعده. طب احنا عايزين نعرف ايه المراحل يا دكتور اللي لازم المدخن يمشي عليها واحده واحده كده عشان يقدر يتراجع عن موضوع التدخين ده وبامر الله يبقى مش مدخن؟ يعني المراحل بتاعتنا اول حاجه بيبقى فيه كده يعني خمسه ايه كده كنا دايما من زمان نقول لهم يعني الدكاتره الصغيرين نقول لهم فيه خمسه ايه. اول حاجه بيسموها ادفايس، يعني ايه ادفايس؟ انا بنصحه كويس اقعد معاه ابتدي اتكلم معاه عن اضرار التدخين كلها شوف بتعمل ايه وبتعمل ايه واقنعناه يا دكتور الخطوه اللي بعدها على طول نعمل معاه ايه؟ الخطوه اللي بعدها خلاص نبتدي بقى ان احنا ما نقعدش جنب حد خالص من المدخنين. الصحبه اللي انت بتقعد معاها دي زي اللي بيعمل دايت ما يروحش عزومات بالظبط، برافو. الخطوه الثالثه هو نفس الخطوه. الخطوه الثالثه بنمشي ان انا اتابع معاه متابعه بقى عملت ايه وبعدين اديله جوائز تحفيزيه كويس. طب ايه رايك والله لو عملت كذا كذا انا مثلا هقول لك بقى على حاجه نعملها واديك هديه وبتاع. في بقى كمان طيب هو لما جاني قال لي انا مش قادر وحاسس ان انا هدخن تاني لان النيكوتين عنده لسه برضو اعراض انسحاب وكده اعراض الانسحاب، برافو عليك. هنا ساعتها بديله حاجه اسمها نيكوتين باتش كده يعني اقراص ده اللي انا كنت بسال عليه. سواء باتش او تحت اللسان او لبان مش عارف ايه كل دي انواع موجوده على فكره في السوق عندنا بتقلل الانسحاب او اعراض الانسحاب اللي بتبقى موجوده وبتجيب نتائج في بعض الناس كويسه جدا جدا جدا. دكتور الحاجه بقى اللي بقول لك عليها اللي هو السجائر الالكترونيه دي شويه وناخد بالنا عشان اليومين دول خلوا بالكم ان كورونا رجعت تاني فالقعده اللي احنا مع بعض دي وده يبقى عنده عطس برد تكسير في الجسم ويقعد مع المدخنين ده بيخلي الفيروس ينتشر اكتر والفيروس الجديد اللي اليومين دول سريع الانتشار وبشوفه حتى في الاطفال فخلوا بالكم يا جماعه. ربنا يسلم الحاجات دي ربنا يسلم يا رب. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صدقي استاذ رئيس اقسام الصدر والحساسيه بطب الازهر. زي ما الدكتور قال كده يا جماعه احنا ممكن كمان نلجا للاطباء في عمليه التخلص من التدخين دي، في حاجات كتيره تقدر تساعدنا على التخلص من التدخين ويا ريت تكون الباتش مثلا اللي الدكتور قال عليها الادويه الحاجات البسيطه دي مش نلجا برضو لايكوس وانواع تانية من التدخين والكلام ده كله عشان التدخين ده من أسوأ الحاجات اللي ممكن يكون أي حد بيعملها في نفسه. يعني أنا بشوف علب السجاير يعني مش عارفة يحط لكم إيه تاني صور على علب السجاير عشان تبطلوا تشربوا سجاير الحقيقة، فخافوا على صحتكم وخافوا على نفسكم وخافوا على ولادكم. خلونا بقى نخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مع تاني فقرتنا النهاردة، ما تروحوش في حتة.
رجعنا لكم مرة تانية. منورنا النهاردة ممثل موهوب شارك في واحد من أنجح مسلسلات رمضان 2023، مسلسل طبعا جعفر العمدة اللي قدم فيه دور إسماعيل، وعلى الرغم من كون وجه غير معروف عن كتير من الجمهور إلا أنه قدر يلفت أنظارهم بتمثيله المختلف. طب إيه الأعمال اللي قدمها قبل كده وإيه كان تأثير مسلسل جعفر العمدة عليه وعلى مسيرته؟ ده اللي هنعرفه منه هو شخصيا النهاردة. منورنا في الاستوديو الفنان عماد صفوت. صباح الورد عليك. صباح الورد. يمكن أنت فعلا لفت الأنظار في مسلسل جعفر العمدة. الحمد لله. ويمكن دي مش أول تجربة تمثيل ليك. فقول لنا بقى البداية كانت من فين؟ البداية كانت في 2019، كان مسلسل قمر هاني مع الأستاذ هاني سلامة، وكان أول عمل ليا. كان الأستاذ رؤوف عبد العزيز المخرج كان قعد بقاله سنتين، هو صديق ليا، فقعد يقول لي أنا عاوزك تشتغل معايا بس أعمل معايا مشهد واحد. فقلت له أوكي. فجي مسلسل قمر هاني ورحت اشتغلت معاه، والحمد لله يعني. طب تفتكر هو ليه شافك انت تحديدا وكان عايزك تعمل حتى لو مشهد ومصمم ان انت في حاجه انا عايزه تطلع على الشاشه؟ هو دايما لان هو وجهه نظره طلعت صائبه الحقيقه بالمناسبه، فانا عايزه اعرف ليه يعني اقنعك بده ازاي، لان انت راجل برضو عندك شغل تاني، وهنقول دلوقتي طبعا شغلك هو ايه. فراجل نوعيه الشغل مختلفه تماما او الى حد كبير، فازاي قدر يقنعك من هنا لهنا؟ هو بما ان انا بشتغل في الفن بقالي حوالي اكتر من 16-17 سنه في مجال الفن، يعني عشان انا صحفي في اليوم السابع وبالتالي بشتغل في قسم الفن، فانا كل الفن بشتغل فيه، وبالتالي انا حابب الفكره نفسها، يعني حابب موضوع التمثيل. بس جه رؤوف كان له وجهه نظر انه شايف ان وشي وطريقتي والكلام ده كله تنفع في كاركتر او تنفع في شكل معين في التمثيل. فجي في الوقت ده في مسلسل قمر هادي قال لي انا عايزك معايا في مشهدين. اوكي. فروحت اشتغلت معاه، وكانوا مشهدين كانوا جامدين الحمد لله، كان منهم واحد مشهد قتل يعني. اوكي. طب انت اول مشهد بالنسبه لك واول دخلت بقى استوديو وناس وكاميرات وناس بتصور ولا اي حاجه؟ خالص خالص ما تاثرتش؟ لا لا لا، ما عنديش رهبه ولا اي حاجه، لاني انا جريء بطبعي. اوكي. وبالتالي كان موضوع الكاميرات والكلام ده كله كان بالنسبه لي سهل يعني، خدت وان شوت كده ما عدتش ما اتلككش. مشهد القتل ده انا يعني الاول مره انا بمثل مشهد القتل ده يعني وان تيك، دخلت قتلت مشيت على طول. على طول بمنتهى السهل ولا اي حاجه. بس هو عدته يعني عدته مره واحده بسبب ان اول مره كانت السكينه حقيقي، فكان عندي شويه يعني قلقان برضو يعني، خايف اخبط مثلا خبطه غلط او حاجه. فقلت له رؤوف، طب ثانيه واحده، ليه السكينه كانت حقيقي؟ يمكن كانوا عاوزين يصوروها بطريقه تانية، يعني بطريقه او بشكل مختلف. وبعدين يعني الاكشن بتاع ان السكينه حقيقي يعني بنقف لحد فين؟ لا اصل ده موضوع لازم افهم دلوقتي. ما يعني هو ما بيوصلش لغايه الجسم. اوكي. الضرب ما بيوصلش لغايه الجسم. اوكي. فانت بقى بتتحكم في الموضوع؟ بتحكم في الموضوع. كان بيروح كان في بروفا اكيد قبلها؟ كان في بروفا، بس دايما اي اله بتشتغلي بيها ما بتوصلش لغايه مكان الجسم عشان طبعًا يبقى في سيفتي للممثل اللي قدامك. اللي انا اعرفه ان بتبقى في حاجات المفروض ان هي لما انت بتدخلها هي بتدخل اوريدي اوتوماتيكلي لجوه، او انت بتعمل خدع كده بتبقى من جنبه، هي بتبقى في الجرافيك، هي بتعمل الجرافيك، بتعدي من الجسم للظهر، من البطن للظهر. أوكي. تعمل جرافيك يعني بطريقه بس معينه. بس انت اللي بتتحكم في ان انا اللي بتحكم فيها. الموضوع ده خطر قوي يعني، لانها بتتاخد من زوايا معينه، فبيتهيأ لك ان هي بتخش جوه البطن. فغيرته بس وجابوا لي بلاستيك عشان اقدر اعمله حقيقي. اوكي. ان ايدك ما تبقاش بعيده قوي لانك طبعا بس الضربه يعني الضربه جت بالبلاستيك يعني جت حقيقي. اوكي. فدي كانت مختلفه. طب رد الفعل بقى بعد المشهدين اللي انت عملتهم ونزلوا اوريدي والناس شافتهم والناس شافوك بتمثل لاول مره، ردود الافعال اللي جات لك كانت عامله ازاي؟ يعني الحمد لله كانت ردود افعال هايله جدا. كان يعني اصدقائي واصحابي قالوا لي لا انت شكلك مميز وطريقتك مميزه ليك طله يعني. فكنت يعني اتبسطت جدا، حتى بعت صديقي الاستاذ الكبير تامر محسن المخرج، قلت له استاذ تامر انا عاوزك تتفرج على المشهدين دول وتقول لي اكمل في الموضوع ده ولا اخليه. يعني كان لسه عندك تردد، عملت فعلا الادوار دي وجالك الفيدباكس حلوه بس انت لسه مش متاكد؟ طبعا، لان يعني اهم حاجه ان يكون عندك قبول. لان يعني دايما في حاجه كده بتتقال يقول لك القبول اهم من الموهبه. دي حقيقه،
في ناس تكنيكال ممكن تكون اشطر منك بكتير، ولكن فكره انها عندها قبول عندها كاريزما ممكن تضيع حاجات كتير. طبعا صحيح. وبالتالي لما شافهم تامر محسن ده يعني من اهم 3 4 مخرجين في مصر، طبعا نوجه له التحيه طبعا من صباح الورد طبعا. فقال لي لا انت هايل جدا كمل. وبالتالي اخذت الثقه من عند تامر ان انا اكمل في الموضوع. بعد كده قعدت 3 سنين ما بشتغلش. ده كان في 2019، جينا في 2023. عايز اعرف بقى محمد سامي هو اللي كلمك وقال لك يلا عندنا مسلسل جعفر العمده مع محمد رمضان، ولا الموضوع جه ازاي؟ هقول لك، احنا المفروض كنا هنشتغل انا ومحمد سامي، طبعا بشكره جدا وبوجه له التحيه من هنا، اخويا وصاحبي يعني من اهم المخرجين في مصر، دي حقيقه، حد يعني عبقري. كنا هنشتغل مع بعض في البرنس، مسلسل البرنس، لكن لظروف ما قدرناش نشتغل، وقلنا يعني تتعوض مرة تانية. وجي مسلسل جعفر العمدة فكلمني قال لي هتشتغل معايا. طبعا فرحت جدا انبسطت، يعني ده محمد سامي ومحمد رمضان، يعني واحد من أهم نجوم الوطن العربي، والاثنين الصراحة مع بعض توليفة يعني زي ما بيقولوا كده ببساطة ما تخرش المية. طبعا يعني من أهم الثنائيات اللي في الدراما التلفزيونية في مصر يعني. وسامي طبعا من أهم المخرجين اللي في الوطن العربي برضو نفس الموضوع، فعايز إيه أكتر من كده. فكلمني قال لي تعالى لي، رحت له قال لي روح الشركة امضي. رحت مضيت وأنا مش عارف أنا همضي على إيه ولا عارف أعمل أي حاجة. يعني قال لك روح امضي، رحت مضيت من غير ما تعرف. طب افرض الدور ما كانش عاجبك، كان الدور جريء مثلا، مفيش، كان دور ما تقدريش مع محمد سامي ما تتناقشيش، لأنه هو راجل عارف هو بيعمل إيه وبيحط الممثلين فين. أنت من ثقتك فيه طبعاً. يعني قال لك امضي رحت مضيت. طبعا ونصيحة لأي حد بيشتغل محمد سامي طلبه. نعرض صورك طبعا مع محمد سامي على السكرين دلوقتي، ده حبيب قلبي. نصيحة لأي ممثل أو ممثلة، محمد سامي لما يطلبك روح بقلب جريء وما تخافش هتنجح. طب عرفت هو اختارك أنت بالتحديد ليه واختارك للدور ده بالتحديد ليه؟ هو كان عنده وجهة نظر في دور إسماعيل ده، أنه شخص عنده مزيج ما بين الشر والخير، شخص مزدوج يعني الشخصيه. ما بين ان هو شخص هارب من احكام وبلطجي والكلام ده كله، ولكن بيساعد البطل في وقت من الاوقات انه يلاقي ابنه. ودي حاله مش بتبقى دايما مختلفه، ان دايما الشر او الفيلن دايما طالع شر بس. انما كان عاوز يعمل مزيج بين الاثنين، انه في الاخر الجمهور يتعاطف مع اسماعيل ده انه هيسلم بلال شامه. اوكي. فدي كانت حاجه مختلفه في الدور ده. طب هو اختار عماد صفت لدور اسماعيل ده عشان خاطر الكاركتر كشكل؟ هل هو يعرف شخصيتك كويس فحاسس انك يعني ايه المقاومات اللي تم اختيارك عشانها للدور ده؟ لانه دور من الادوار الصعبه بالمناسبه، وانت فعلا اديته على اكمل. الحمد لله. بصي، هو في اكتر من حاجه. اولا الشكل والطول وطريقه الكلام. الحاجة التانية، هو كان طالب حاجات أكشن، فشكلي وطريقتي ووشي يتماشى مع الرؤية الفنية بتاعته. وبالتالي كان هو عارف هيحطني فين في الدور ده. أوكي. طب قولي بقى المراحل. قالك يلا يا عماد هتروح تمضي على الدور. رحت ومضيت. رحت مضيت. قعدتوا إمتى؟ اتفقتوا؟ شفت الشخصية بتتكلم عن إيه؟ رحت مضيت. بعد ما مضيت اتكلمت، قلت له أنا مضيت يا سامي. قال لي طب هيدولك الورق. أخدت الورق، خدت بعضي ومشيت. قعدت اذاكر. مراتي طبعا الاستاذه دينا لويس قعدت تذاكر معايا، قعدنا نذاكر واعلم على الحاجات وعلى الدور. كنت بتذاكروا زي هي مثلا بتاخد الدور اللي قدامك وتعمل معاك بروفا على ان هي الشخصيه الثانيه مثلا؟ نقعد نسمع لبعض يعني كده. هي الاول قرت وراء كل عظيم امراه. خلي طبعا بالك. طبعا حبيبتي. قعدت هي قرت الاول الدور كله بالشخصية والكلام ده كله، وبعد ابتدت تحكي لي، فابتديت انا اخزن. هي اللي قعدت قرت مش انت؟ مش فاضي في الاول. أوكي. حتى دي لا، كل كان لسه بدري على التصوير. لا حتى دي هي اللي هتعملها برضه. تمام. كان لسه بدري على التصوير، كان فاضل حوالي 28 يوم اعتقد. فقعدت قرت بتتسلى يعني، وابتدت تحكي لي احنا هنعمل ايه والدور ماشي ازاي والكلام ده كله. اوكي. فاخدت المعلومات قعدت اخزنها في دماغي، وبعد كده بقى اخدت الورق يوم ورا يوم، قعدت بقى
اقرا واذاكر واعلم على حاجات، وهنا احاول اضيف جمله يعني على الكلام، والعمليه مشيت الحمد لله يعني. اوكي، وكانت البروفات معاها بتعالي هي اللي اديتك دفعه وانت بتقدم؟ هي على طول بتشجعني، هي دايما واقفه في ظهري يعني، فدي حاجه بالنسبه لي كانت حلوه جدا. طبعا. طب لو عايز توجه لها اي كلمه دلوقتي على الهواء، الكاميرا معاك. يا ست الكل. بس كده. بعد ما قرت الدور كله كل وعملت بروفات والست تعبت معايا. دي بنتي الصغيره. بس كل بس كده تصرف كلمه. دي بنتي دينا، دي انا اللي مربيها على ايدي. اوكي. طيب نروح بقى للفايبس ما بين الشخصيات في الحقيقه، الكاركترز. يمكن احنا برضو على السوشيال ميديا شفنا مواضيع كتيره عن بعض الشخصيات، بعض الخلافات ما بين الشخصيات، الكلام ده كله. فاحنا معانا بقى رجل من قلب المعركه، فقول لنا بقى الفايبس كانت عامله ازاي جوه المسلسل في الحقيقه خلال التصوير. الحقيقه ان الكواليس في خلافات زي ما احنا شفنا، وخلافات بين بعض النجمات جوه المسلسل، وخلافات ولا دي رومرز زي ما بتطلع دايما على الاعمال الناجحه، بيبقى في شويه اشاعات كده وحاجات سبايسي يعني. لا 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 خالص، بس عشان اكون امين، انا ما اشتغلتش مع الاربع ستات. يعني ما اتقابلتش معاهم خالص، هم اصحابي في الحقيقه. لكن وقت التصوير انا ما اتقابلتش معاهم. بس انا ككواليس، انا شفت الكواليس كانت حلوه جدا وكانت رائعه. مع الكل يعني. محمد رمضان طبعا انا بوجه له التحيه من برنامجك صباح الورد، واحنا كمان بنوجه له التحيه. محمد رمضان كان قاعد بيذاكر لي. يعني كان بيتناقش معايا في الحاجات وهتعمل دي ازاي والكلام ده كله، هو وسامي. فكواليس لا كانت حلوه جدا. اما موضوع الشائعات والحاجات اللي بتطلع، كل مسلسل لا يخلو من الشائعات ولا يخلو من المشاكل. ولكن انت على ارض الواقع، اصل الحاجات دي انت عارف بتبقى زي كالنار في الهشيم، في البلاتو، في الاستوديو، فالناس كلها بتبقى عارف. فانت كنت موجود زي ما قلت في المكان، والدنيا كانت لطيفه. لا يعني كانت لطيفه جدا يعني. كنت بقابل مي كساب، كنت بقابل ايمان العاصي، بس دول يعني ما فيش حاجه يعني، ما شفتش حاجه بعيني. طب جعفر العمده ليه جزء تاني، هل انت هتكون موجود في الجزء التاني؟ على حسب الاحداث، ممكن اسماعيل يرجع تاني. انا ما اقدرش اقرر. ما تعرفش اي حاجه عن جزء تاني نحرقها للجمهور؟ ما حتى لو اعرف مش هحرق. لا الموضوع مش كده، هو الموضوع لسه يعني الموضوع لسه الرؤيه يعني ما اتضحتش، لسه الرؤيه ما اتضحتش، والشركه لسه مش عارفينها يعني هيعملوا. ولكن الاكيد ان هيكون في جزء تاني بعد النجاح. الله أعلم. اللي حصل يعني في الغالب الاخبار هو تم الاعلان عنه. تم الاعلان عنه، لكن ما فيش حاجه واضحه يعني، ما حدش بلغنا مثلا ان احنا، او حتى النجوم الكبار ما حدش بلغهم. حتى كان محمد رمضان لسه قال تصريح امبارح، قال مش عارفين هيتعمل 24 ولا 25. اوكي، فلسه مش عارفين حاجه. طيب انا عارفه ان انت شخص خفيف الظل، وشخص اصلا عندك الحته الكوميدي دي عاليه جدا بشهاده كل الناس اللي حواليك واصحابك والكلام ده كله، بغض النظر عن الدور الشرير ملناش دعوه بيه خالص، ولكن انت فعلا شخص خفيف الظل. شكرا. ايه المواقف الكوميديه اللي قابلتك وانت بتصور؟ اكيد بشخصيتك دي اكيد كان في مواقف كده او مواقف محرجه تعرضت لها. لا هي مش محرجه ولا حاجه، بس دي كانت في مواقف حلوه جدا. يعني مثلا كنا بنصور في الماكس في اسكندريه في عز التلج يعني. فكان في شوت اللي هو شوت الاكشن بيني وبين استاذ مجدي بدر اللي هو بلال شامل، اللي بوجه له التحيه من برضو من برنامجك، يعني ممثل رائع بصراحه. فكنا بنعمل مشهد الاكشن ده جوه الميه، فتعاد 11 مره. 11 مره جوه الميه يعني، بنضرب بعض على الشط وبناخد بعض. طب أنا عندي سؤال هنا، واكيد سؤال في ذهن كل الجمهور، نشفوكوا 11 مره ازاي؟ لان انتوا اكيد على الشط بقى نشفوكوا بتقعوا في الميه بتتبلوا. اول مره طلعنا عشان كانوا بيظبطوا الاضاءات والكلام ده كله بعد ما نزلنا الميه اول مره، فطلعنا نشفونا. العشر باين لا. خلاص بقى مبلولين مبلولين. في عز التلج، انت في شهر 12. اوكي، يعني اول مره فعلا خلاص اللي هو هنعمل الشط تاني. بعدين مش تنشيف ده، هم بيحطوا حاجه علينا. يعني زي فوط او. طب وليه عدتوه 11 مره؟ 11 مره ده كتير قوي. عشان استاذ محمد سامي بيلف بالكاميرات، عاوز ياخده من كل الزوايا. فانتوا عدتوه اوريدي عشان تكنيكال، احنا عايزينكم تعدوه مش عشان اخطاء. لا 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 مفيش اخطاء. عشان ناخد من الزاويه دي ومن الزاويه دي ومن الزاويه دي. لا مفيش اخطاء، كان بيلف بالكاميرات يعني، الكاميرامان كانوا بيلفوا علينا جوه البحر. غير ان الكاميرا اللونج الكبيره كانت فوق الفنار. اوكي. فلو انت شفت المشهد
بتصور من كل حتة لأنه مشهد مهم جدا. فهو نفس المشهد كررتوه 11 مرة. 11 مرة في عز البرد، فبنضرب بعض على الشط وناخد بعض شدين بعض لغاية لما ننزل المية. فده كان في كل مرة كنت أطلع محمد رمضان قاعد بتفرج علينا، يعني قاعد كرسي وجنب محمد سامي وقاعد بتفرج علينا، فكل مرة يضحك. كل مرة يضحك لي. اللي هو يعني إحنا صعبانين عليه، فكتر ما إحنا صعبانين عليه هو عمال يضحك. روح المخرج الشرير برضه مهم المشهد يطلع حلو. لا ده رمضان مش سامي. أوكي. فمحمد رمضان يقعد يقول لنا يعني يشد من أزرنا، يعني اللي هو كان بيشجعنا. العكس بقى شفت ظلمناه. أوكي. لا ما لا 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 هو بيضحك إن هو يعني إحنا صعبانين عليه فمش قادر. دي كانت من المواقف الحلوة. احنا كمان كنا بنضحك في الوقت ده لان احنا مش دريانين ايه اللي بيحصل. خدي بالك ان ده كان اول مشهد انا صورته، اول مشهد في المسلسل. اول مشهد 11 مرة كده، 11 مرة وساعة واستاذ محمد سامي طلب ان المسلسل المشهد ده يبقى حقيقي، يعني ضرب حقيقي. طب عشان برضو الحتة دي من الحتت، احنا لسه قايلين سكينة حقيقية وعديناها، ضرب حقيقي ده اكيد بيبقى فيه بقى كدمات وفي حاجات. في طبعا انا جسمي كان من هنا كله كده كان مشرح، لان احنا بنمسك بعض. كنا بنمسك بعض انا ومجدي بدر بنضرب بعض بجد. اوكي. وبنشد بعض وبنقلب بعض والكلام ده كله كان بجد. استاذ محمد سامي طلب بس يعني هو قال لك الضرب يبقى بجد وكل حاجه، بس مش ضرب. لا مش ضرب، جسمكم يبقى مشرح يعني كده انتوا يعني اديتوا الدور زياده. هو طبيعي انك لما تمسكي حد مره واتنين بعزم ما فيكي عشان هو طالب تكنيك معين. لما تمسكيه طبيعي انك من هنا يحصل تعويره او يحصل كدمه او الكلام ده كله، ده الطبيعي. بجانب انك انت على الشط ففي رمله. فالرمله بتلف على جسمك وبتنزلي بيها الميه، فالرمل بيشرح الجسم. اوكي. فده الطبيعي. فالمشهد احنا بنسمع طبعا كتير يقول لك مش عارفه فكها خدت قلم من الفنان الفنيلي. استاذ مجدي بدر انا ضربته في المره السته او السابعه، كنت هكسر له فكه جوه الميه. يعني احنا نايمين فوق بعض وبنضرب بعض. فضربه من الضربات فلتت فجت له فكه فوقفنا التصوير. مش قادره يعني مش قادره اتخيل صراحه، مش عارفه المفروض اقول ايه، بس ده عنف شديد قوي. ده عنف شديد قوي الحقيقه. في وقت من الاوقات لازم تعملي الحاجات اللي طالبها المخرج بالظبط لانه عنده وجهه نظر. خدي بالك ان المشهد ده كان في الحلقه 9، فكان نقله الدراما كلها. يعني المسلسل كله الراجل كسر الدنيا بالمسلسل. يعني احنا بنتكلم في الحمد لله طبعا، بس انا قصدي ان انتوا تضربوا بعض بجد ويبقى ما هو علاقه اسماعيل وبلال شامه. هي دي نقله الدراما بتاعه المسلسل عشان يوصلك للحلقه 30. ان الراجل ده محمد رمضان بيدور عليه، فاسماعيل ده اللي هيجيبه له. اوكي. وبالتالي كان المشهد كان طبيعي جدا، والمشهد ده يعني الحمد لله الحمد لله اخدت عليه سكسس كبير جدا، لاني اول مره اعمل اكشن. والحاجه الثانيه كانت صعبه جدا. صعب. اللون اللي انت ناوي تكمل فيه او اللون اللي انت حاسس ان هو هيكون لونك ايه بقى، بعيدا عن الكوميديا؟ لا هو ما فيش حاجه شغالين دراما. وانا عارفه ان في عمل جديد على شاهد ان شاء الله وام سي، وانا عارفه برضو ان هو هيكون دراما. فانت ناوي تكمل في سكه الدراما؟ هكمل ان شاء الله. صح؟ وربنا هو حسيت ان اللون ده لونك ولايق عليك. لايق عليا. وغير كده بصي، لو الفنان بيعمل اي حاجه بيعمل اي حاجه تكون اضافه لي طبعا، فاللي هشوفه كويس وهيعمل لي شكل وهيعمل لي طريقه وشكل معين هكمل فيه. وانت نجحت في ده وبنتمنى لك كل التوفيق. بنوجه طبعا التحيه لكل ابطال مسلسل جعفر العمده وللمخرج محمد سامي والبطل المسلسل محمد رمضان. نورتنا النهارده الممثل عماد صفوت، نورتنا. وصباحك صباح الورد. ان شاء الله في مزيد من التالق ان شاء الله. اشكرك. ساده مشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد.